الصورة الأولانية، التصويرة الأولى بلاي بليز. موزايك، خرج خبر وأنك أنت خرجت من إذاعة موزايك، بالأخص اللي هبطت ستاتيو على انستغرام جاء فيه تبديل سروج فيه راحة. من غاديك العباد فهمت اللي أنت خرجت من موزايك؟ مش غلط برشا ومش صحيح زاد مع بعضهم. معناتها أنت نهار اللي هبطت ستاتيو هذايا كنت خمم اللي باش تخرج من موزايك؟ خممت في أني بالرسمي باش نخرج من راديو. علاش؟ الرالي يلزم فما عام ترتيح. بضحك ولعب شلة تامين 15 سنة، لا 15 سنة راديو ديجا وشلة تامين 5 سنين شلة تامين. برافو. معناتها جوست ليميسيون، معناتها علاش في بلاصة تقول باش نخرج؟ علاش ما تمشيش تحكي مع إدارة قناة تقول نحب كونسيبت جديد حاجة جديدة؟ راهو فما عباد تعمل إذاعة مدة معناتها ساج لو سي تري بيان اللي يعملوا، معناتها مش سهل توفق بين الإذاعة والتلفزة اليوم. راهي حاجة صعيبة برشا، كوتيديان تلفزة وإيميسيون مرة في الجمعة، معناتها راهو حاجة انفيرنال، ما ساعات تلقى روحك تخنقت سي. وشنو اللي خلاك تبدل رأيك؟ بون بدلت رأيي، مش ما بدلتش رأيي، جوستومون خرجت وما خرجتش، هذاك علاش قلت لك خممت باش نخرج ما خممتش باش نخرج، كان الاتفاق مع إدارة القناة، معناتها إني هزيت حتى للسيد نور الدين بوطار، معناتها هزيت له ديميسيون نتاعي، معناتها حطيت له ديميسيون على البيرو نتاعه. إيه. ومعناتها تفهم اللي أنا كنت معناتها ممكن تعبت 15 سنة، معناتها ساغيف واحد يتعب. معناتها قال لي ما نقبلهاش وباش نلقاو حل وسط ما بيناتهم الزوز، انت ولد موزايك ويزمك تقعد في موزايك وتاخذ نهار السبتك هاو فوالا، معناتها اتفقنا كيك. سي بيان. ومحلاها الحياه بالاتفاق وانتر جون سيفيليزي متحضرين. معناتها مشيتوا كذا، معناتها معناتها لقيتوا حل وسط، ما عادش كل يوم كل يوم كل يوم. مره سيزون في الجامعه. اتفقنا على سيزون مره في الجامعه ومن بعد نشوفوا شنو نجم. تخي بيان. تخي تخي بيان. الصورة الثانية هذا يا بابا والد سيجارة، والد أمين جارة. شنو أكثر حاجة ورثتها من بوك وشنو رأيه في برنامجك؟ ساعة شنو رأيه في برنامجك بوك؟ يتفرج ما يراتيش ما يراتي حتى حلقة. عجب والله وعاجبه البرنامج؟ مش البرنامج عاجبه. عجبته أمينة ستا. هو اسمعني شو هو عملي ولا عجبته أمينة ستا؟ فهمي فهم. طلب ليك النهار يسأل، معناتها شافا يعطيك الصحة والله البرنامج جديد، ضحكت شخت، قال لي بلاك الطفلة الصغيرة اللي معاكم أحلام شكوني؟ يا حاج. يا حاج فاش تعمل؟ أمي ما عادش تخلي راجلك يتفرج في التلفزة، برسم غخر وسي بون كاو، يس ما عادش تفرج فيه، بد حفاظ على العائلة، لا جوست نفدلك، معناتها فديكة صغيرة مع بابا. هو الموديل نتاعي. معناتها بالنسبة لي أنا بابا هو الموديل نتاعي، معناتها خاطر مش سهل نتلقى عبد يعاود حياته مرتين، معناتها ريتو كيفاش عاود حياته مرتين. معناتها مهنيا ولا عاطفيا؟ عاود حياته مرتين خاطر وصلنا معناتها لون بيريود اللي عمل فيها كل شيء، ومن بعد بين نهار وليلة لقى في روحه خسر كل شيء. معناتها مشاكل مادية صاروا له. أي معناتها وعاود من الأول وجديد ونجح. وعاود قام. وعاود نجح، دونك بالنسبة لي أنا سي لو موديل. نقولوا بابا احسن حاجه تعلمتها من عندك اللي انا راني طلعت راجل كيفك وما نهبطش ايديا وما نرخش وتعلمت البيرسيفيرونس من عندك انت واللي عملته كل باللي ربيته لي وربي فضلكم لبعضكم. في التصويره هذه فما اب، في التصويره اللي بعدها فما وليدات. انت قاعد بحذايا بابا، اسمعني ساعه اولا بالحق محليهم 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 ربي يفضلهم لك سامي، شنو نجم نقول على التصويرة هذه اللي هي محليها؟ أحسن حاجة في حياتي اليوم، كان نجم نستحمل اليوم سبان ونقد ونجم ناكل العصا ونسكت ونجم ساعات جو في بروفي با خاطرهم هم. قريب لهم أنت؟ بيان سور. معناتها يحيى وسيرين واحد عيني اليمين وواحد عيني اليسار. اي اما قراب تحكي وتب معناتها ترى بحكم الخدمه راهو احنا ساعات معناتها نجموا كوالدين نقصروا في حق صغارنا، مش معناتها ما نحبوهمش، اما نجموا نقصروا في حق صغارنا بحكم ارتباطاتنا المهنيه وغيره. هل ترى الخدمه اللي عندك راديو اذاعه وستريس وغيره وكذا مخليتك تعطيهم حقهم من وقتك؟ معناتها باش توفق بيناتهم زوز حاجه صعيبه، معناتها أنا نقول قاعد نتعب اليوم على خاطرهم هما، جو الفي على خاطرهم هما، نعرف اللي مانيش ديما موجود وحاضر معاهم، أما نحاول قد ما ننجم
اني يعني باش نكون قريب لهم، نحاول قد ما نجم اني يعني نحكي معاهم، حتى كان ساعه ساعه الدنيا هكا تهز شويه، اما يلزم نكون موجود معاهم. خاطر يحيى مثلا بالنسبه لي انا مش ولدي كهو، معناتها يحيى كان تسال يقول لك بابا وصاحبي وعشيري، معناتها مانيش بوه كهو بالنسبه لي هو، وانا مش ولدي كهو، حتى كان صغير في العمر عمري ما حسبته ولدي كهو. وكان يتفرج فيك يحيى والبنوته شنو تقول؟ قولوا راهو بابا توحشك برشا ديجا، و وراي نعمل فيه على خاطرك انت واختك، وربي يفضلكم ليا نحبكم. اسمعني enfin de compte السكوب نتاع الانترفيو هذه هو وانه سي امين قاره شخصيه حساسه للغايه سيداتي المسافر. كيما يعبد عنده لي بوين فيبل نتاعو، انا بالنسبه لي انا معناتها عائلتي سي مون بوين فيبل، معناتها يحيى وسيرين وبابا محمد وامي عربيه وخويا مناف دايوغ نسلم عليه برشا كان قاعد يتفرج، ونقول له انت من اقوى العباد اللي عرفتهم في حياتي. فوالا هو تصفيق على سي مناف خويا من خوك الكبيرة؟ اي خويا الكبير اكثر مني 3 سنين. اون فيت معناتها كان بابا الموديل نتاعي، مناف هو الاكزومبل نتاعي. مناف خاطر هو اللي معناتها اللي علمني ايش معناتها انك على خاطر بلدك تتقدم. خاطر دو كارير ديفيرونت، انت في التنشيط هو في الحرس الوطني هكا ولا ايه؟ هو في الحرس الوطني، ونذكر في اصعب بيريود بالنسبه لي نذكر بها مناف وقت نخدم في كلام الناس، تذكر بن قردان وقتها. اي وقتها مناف هو يخدم في بن قردان، معناتها غادي حاجه قويه على الاخر. دونك تعلمت منه انك ما تهبطش يديك تحارب، ولو كومبا كيلمان اليوم معناتها عندي انا هو اهم كومبا، وان شاء الله ربي قدرني ويقدره هو والعائله كل، ونفا غانيي سو كومبا يا مناف، وان شاء الله ربي معنا كل. امين.